فيجي أيوه ما أذوات يسألش يوزن ما أم ليفيتنا درس ليفيتا يا أبا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد والصلاة والسلام ورحمة البركة على سيدنا رقم شندة يا أبا رقم سادو تشيلو بنش ها؟ سادو تشيلو بنش سادو تشيلو بنش درس أخو جي عرض أخو ري ريه خوشي دو بيزن پش داخل دنه كي چه بيجوان سبب وان كيه چه ما آوات كانم وسا موردن پش داخل دن قرآن اكي او قرآن اكو تذكيره يه وعز نصيحته و سبب هدايته وكي كو عمر مستنفرتم وكي حماري وحشي و مستنفرتم كو دلذن فرت مستنفرة يعني تمامي لوان دلذن فرت من خشورتين كو دلذن جنيان يشيرفانا وياخد دلذن جي شيرا كدبين القرشيخو تارا ونامينا شوا دلذن لبشخو بنا قرن او جبان انسان يعني كا جبان اهل مكة جبان ايمان ناينن اشتاقوا لنا قرآن إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ناينن أو كيوان حماري وحشينا بل يريد كل امرئ منهم إرادتك هر شخص جوان يعني وساد الزكي خدا مزنن كبرلينا غرورلينا كي هر جوان إرادتك كي أن يرتا صحفا منصرة كجرى بيضايني لهر كسرى صحيفة كي كو منشرة كو هاتبا نشر كرني جرى صحيفة كي هاتبا داري رزال سن ناظوي وفلان كاس طابع محمد عليه الصلاة والسلام ببا إيمان بي بينا محمد سن حقيقي كلا ألقى على مدوكي أظن أهل المكة ترى من عبن يعني كو جوان را صحف منشرة ورن أمر وان بكن طابعة حضرت محمد القرآن برجوان مجيباز جشمش بل لا يخافون الأخيرة وانا ترسوانا كش أخرتي كويرنا حضورا خديش بشتي مرن يوي رابن أرن حساب بدنا با خدي أجليان كا ترسوان تنا كلا برا مدع ببن منع ببن كي إنه القرآن تذكرة القرآن وعزة قرآن نصيحته قرآن هدايته قرآن مردقنا خالق مرد رب مرد فمن شاء ذكره إكو بخو عزة كو إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بينا ذكره ذكره بير دخل بير تسكيري ببير خدخه ويعني قرآن ببير خدخه بنصيحة عبرة دستينا أما أظن أهل مكة وما يذكرون إلا أن يشاء الله أوانا ببيرا خناخن نخن عقل خو تلا تشنجن نابن إلا خد تعالى وانظر لمش بك مجبور بك ويقا بكو هنا تشت هاتس عيان وبيان ببينن هنا كو هي بيرا خن أوانا ويها وينه إلا أن يشاء الله والله كي هو أو الله أهل التقوى وأهل المغفرة أهل كمرجة تقوى تياي بك بأمريا وينك خش بأمريا محافظة بك أمري بجيبنا وأهل جبنا شرى مغفرة را كمر فقر إيمان بنا والتوبة جبنا ربك إن شاء الله خلق ما رب ما منعفو ve fema lehum ani tezkir etti ani tezkiri evi ya işaret kir ki ev lafzı tezkir etti dedi dani kada bi mana kiye yani mana mazdari tezkir ve evet tezkir kiye el izzetu mana vaazı yiridu ezunan afwen yani dibirda kella innehu gotiye هما دبر جدا كلا إنها تذكرتنا القرآن سيدا مثلا إنه ب إنها مش هو تذكرتنا خبر هم عن الناس أجر إنه ب وتذكرت ب ضمير جيب بال
قرآن يا رجل بار ذكره ده به تذكره كم نهنس بي نزيدي ساش تجمك تاويل عن قرآن يا سورن تك يعني ده بيه كل فردا إنه تذكره هو دميرا مذكره و تذكره مأنسه ده بيه هو بحسب مرجعي خو مرجعي وكو قرآن يا خيري ويج موعظه بحسب مرجعي وي مرجعي وي مذكر تشكيلات و تشكيلات مشروك و قرآن جيتي قلتني لفظ تشكيلات مهنت بشي معنى هي مذكرة صورتي يعني مصدر شو تلا مذكرة مهنة بسي وانا نوما قلت يا تشكيلات ده برد معنى تشكيلات اما تبدي هي دي كلمة رتي مالي يريد تشكيلة إلى ذلك تشكيلة القرآن وغيره وغير القرآن من المواضيع جوان تشتكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوانا نصيحتك وأمري واندك وبري واندر يا حقيق يا فما لهم عن التذكيرة مريدين لفظ مريدين خبر ذا أذيا نصب على الحال منصوبة دبا حال شبيش لها حال شبيش لهم إذا هم إذا عن التذكيرة تجي متعلقة بذايا ما بمعنى ما أوكي ما بمعنى استفهامية بمعنى أي شيء لهم تعلق بحصل حاصل خبري ما هي عن المريدين جد بحال شبيش شميبا عن التذكير يتم تعلق بمريدين ذا كقولك إذا أرنك ذا كحال جار مجهولك متعلق بفعلك محذوف أنا ودلنا خبر شبيش ما استفامية ما وحاجة ربيبك شيء ما لك قائمان أبديس لهذا ما استفامية محلا ما فيه معنى أي شيء مبتدا لك جارو مجرم تعلقين حسنا حاصلون ما محلا ما فيه خبر قائمان حال شبيش كافا لك ما يدبيك كأنهم حمر مستنفرة مستنفرة شيء والمستنفرة الشديدة النفاري إكو بر درذن يعني بيشتاخدنا إكو جيب تشي إكو جيب ترسن بيشتاخدنا إكي هلا أزلق لوقتا كو بين السلام عمى تهليكي ببينن أو درذن بيشتاخدنا يعني دبرده ألف وسين وتيج بنا كسرطة حروف أدرسة كسرطة معنى يتكا شيء نبياك بي كأن تطلب النفارة يعني ألف سينا بابي سبعة ليش بالطلب يا رايا كأنه أظن أمري عنك تطلب النفارة طلبا وذكر من نفوسها جنفسه في جمعها تطلب أخذها وجمع بنا له جبنا نفارة وحملها حملة ما نفوسها عليه لسان نفارة يعني شكرا برذن وش نيشيلان وياش قسورة خو خلاص ممكن زرارة كينا دوا وقوية هاتيا خندن بالفتح مستنفرة تجي هاتيا خندن وهي شأل شو أجل نفسه خود رابلو ما فهم نكرا كأن فان حمرة تطلب النفارة يبتوكي سينا بابي استبعاد دلق طلباية يا طلبش كيش كي طلبتك وكي جخو طلبش كي طلب عربيت كنا شو باش قول طلب عربيت كنا معنى طلبت الابصالي او صلي جد بي وقوية بالفتحي مستن ثلاث تجاك از غلام اتلمه كا چه بو انا اشترا ما مقوش ترا چه بو بنارا كي كي دبي في جمعها له وحملها عليه تمام اي جمع النفوس للنفاري وحملها على النفاري ايه وشو اتشيم ايه شو اتشيم يا ابو شي يعني كل مستنفرة وكي وانا دوام دا ذوي العقل منهم كتب بيجي طلبة دوان دايا إيا نوما دبيدري كان معطا إيه إيه طلبة دكين طلبة جناب دكين جخو دكين كوي أمشكورة برا روخي
هي المستنفرة المحمولة على النفاري أو قد يحمل كرن إلسال تراثي شو برد والقصورة جماعة الرمادي أنا بخدا فشاد أذبال كندال من دالة لكوفانا بن أسال عظي وكتير ميلا بامن وان برين دار بكين وان بكر الذين أوان رماتك يتصيدون ها كبار ثمرة أو لم يشتك وقيل قليل قلت يا القصورة الأسد يعني وكي حماري وعشيكو يشير حقيقة قصورة بمعنى أسد تدي بلي يقال ليوس قصاور وهي قصورة فعولات من القصر وهو قصر القهر والغلبة اي شيء رجد من قصورة يعني جبك او جي غالب حيوان النكابي نكارن لو مجرد نابوي قصورة وفي وزنه دوزن قصورة دا الحيدرة الحيدرة او جي من اسماء الاسد وكي قصورة زمابي اسد وعن ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه ودرجك قصورة شيء ركز الناس وأصواتهم من؟ بتيه ركز الناس بين سزيوانة ودنجيوانة يعني كل إنسان بين يخدكن أو دنج أو شو دنجيوان تتكن تغاد ركز أزولان يعني ركز بمعنى جيزينية شرطة خفية سيدة وبدزي تمكي اوانا خد كنا بركا دال منا بدزي كل خبر دزي بكل بقنا اوانا اولا مش وعن إكرامة ظلمة الليل أي كشفه شبههم في أعراضهم عن القرآن واجتماع الذكر والموعظة خلق عالمي تشميع أظن مشتكي إمام القرآن ناين بيغمبر عليه الصلاة والسلام ناين تشبيه وان كريد يعراض وان القرآني واجتماع الذكر والموعظة وتساعدك الذكر وعزوة كشبيه عمر عليه الصلاة والسلام وتبليغ القرآني وشرابهم عنه والرضا وان جتنجري القرآن والذكر تشبيه وان كريد بحمر بهنتي حماري وحشينيك جدا يعني سرعتي كرنها في نفارها ضربها خدا مما أذزعها دوي مايك وان ترسان ديه تو اوانا جدي درذن اوانا نكاجي وكي فان ايوانا وسا جدي زي قرآني جتبلغ رسول الله درذن إجاد بيكي كأنهم حمر مستنفرة وفي تشبيههم بالحمر مذمة ظاهرة زمك أشق دهية يعني قد مجي أبانا إنسانية لدركتنا وحقيقة إنسان بنا دشنجة وفكر دوام بها بنا أو قرآن أعجز البيان لا بيانا وأوجد ذانين كي البيغمبر عليه الصلاة والسلام أمينة أمانتي أوي وهر هاوي جدزانن وتبليغ هاوي جدزانن وش قرآن يفهم دكين أوي قرآن إيمان بانينا أوي وكي بان حيوانا نعم وتهجين لحالي يبين وتهجين أجبو حالي وانا يعني تخبيح أجبو حالي وانا أرشق تخبيحكي لحالي وانا وحالي وانا طبيعتك وانا كي وكي حيوان حيواني وكي وكي حيوانا بل فهو في قوله تعالى لسي يهودية آية كريمة مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا مثلا يهودية كو حافظ جبنا التوراة ترى وعمل بيناك مثلا ثرني وباري ويتر كتب جغيني كوش كتبا كتعبير بينا تبني بعضا كتشتي چو أجي فعمناك أب يهودي جبان كتابا تشكي فعمناك شم يعمل بيناك يعني العياذ بالله نعمل كرنجي
النصراوي. وشهادة مذمة وتهجين وشهادة عليهم وخدا وتشبيد كا وان بحمر مستنفرة شهادة السروان بالبله والقلة العقلي إنسان بليين يعني كل أحمق وعقل كيم ولا ترى أفرج مكسرية بيتنابيني مثل نفا حمير الوحشي وإبتراضها في العدو وكي تنزل حمار وحشي والرغم تزيدا يعني جاء أكيدا وكذو دسن بزيدا تشتكي وساء نابيني إذا رابها وقتك حمري وحشي وامتخ الريبي رايبا شبهتي وان شبب ترسكي وان شبب توكا وان كو برغ وشبار الخبة نقرن وهرن وغيهرن تشتكي وساء نابيني ولذلك جبوكو أبان حمري وحشي بان حيواني كوبي وقتكو تاريكي وانشي دبا درابن البسخ بناقرن قوبي عقلن يعني كوب تهما وانكيما أجبوذي يعني كا كان أكثر تشبيهات العربي في وسط الإبلي وشدة سيرها قرر التشبيهات العربة أوصاف الدباء وشدة سير الدباء تشبيه وانكن بالحمر بحمار وحشي وعدوية وبزاوة إذا ولدت ما أن أختكو أبان حمار وحشي وبين أعضي فأحست عليه وكنت بحثت لسر أعضي بخامسين بنيكيفاني كو تدمير برانة يعني حاضر غية تهليكة برانية او وقتا كنت بيبعزن وانا تشوادر هذن اظن يعني كاجي عن يوكيوان جي قرآن درده اجا دبيكي خلق عالمي فريوان كل مرء منهم يريد كل مرء منهم ان يؤتى صحفا منشرة ارادتك كل واحد كي جواني كم وردي شي قراني نبشتا خدني إيمان بينينين أو إذا دا شتكم أن يؤتى صحفا من الشرطان وبين داين جوانا إن كاغذيكو تنشروا وسا تينا شكرن تي ذكرن وتقرأوا وتي خندن كالكتب التي وكيوان كتابي كاتبو تين لساندن يا كتابت بوان شيدي با شوى بدك الدخينة او يدخازن كي كو هيك جوان وسا كتاب جوارا بي او صحفا منشرة تنشروا تذكرين وتقرأوا تيفن يا كتبا كتبا صحفا كتبا منشرة كتبت في السماء داشمانا أطفال إنسان ونذرت بها الملائكة ملائكة وان كتابا نازل بمن ساعة كتبت زمان كتن إنسان منشرة على أيديها وبين دعوة مشكرين لسر دسي وانا غضة رتبة كذبة وحبلويه إذا اضطربة لم تطرب بعد ذلك لم تطوى بعد ذلك هنا كحبراوي تربة هنا ويان نداب نهبدو يعني ولدو نفيش عن دبن من الشراج تم ترسى لم تطوى يا ظلماء يعني من الشراج يعني بكيبا 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 يبوك ان بيج انا ولا تمام يا ظلم سيدا من الشراج يعني كو بكيبا يعني اول دبي وي كتابة دبي يعني هنا يازياوي تزيع عشق نبيا تنكاري وي يعني كوي كاضي بدي هدو كاضي نا يضاينا بتشكي بدي هدو 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 بقرا بحشبة وصاد نعم يعني هر كيك دبي جبرا خدا ديرك بمرا بكبا ارتباطي لو ما بيد عويتك نعم يعني طبعا مصيبا يا
قرمزون الزكي ولا ها مالي مالي وذلك انهم وذلك انهم اظن بذي معنى هذا بالي انهم بان مشركا خالوا لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في غنبري خضار عليه الصلاه والسلام قلتنا لن نتبعك حتى تاتي كل واحد منا ام تابعتنا حتى كتبيني جهلك تبتك ومرا بكتب من السماء بكتاب نيش عاصمانا انوانوا انوانا بكتاب باشلنجيش اوي اذى من رب العالمين الى فلان بني فلان خالق العالمي بار فلان كاس لاي فلان كاس نؤمروا فيها اما بين امريكين دوان كتب دا باتباعك ومتابعتك مش طرف خديدا بزن جرى متابعي وان جيبي جيبي من اكتر او سان اللي سان دي امريكا ايمان بين ونحو بنزل اليا قول تعالى ولن نؤمن حتى ترقى في السماء ولن نؤمن يعني لرقيك سيدا ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى ترقى في السماء يمكن حتى كنت العاصمانة وان ببينت العاصمانة ذا تشي ولن نؤمن للرقيك شننا ترجي كنت هاري عاصمانة مجي إيمان ناينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى كتاب كي نازل سلمة بكي كمي كتاب بغينا واتوى كتاب عاصمانة آنية أم هيوي قبل بس عمي ما توصبتي أم إيمان اكتب سوري إسرائيل قال الله تعالى خالق بسواه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم أجاك أم نازل بك سرت كتابك إذا قرطاس إذا كهذا وفلمسوا بأيديهم ويدسخوا بنك لمسوا كتاب بك مدسخوا دي سجي مانا سجي وقيل كلك أبوت قالوا قلتنا مشرك مكة إن كان محمد صادقا أجا محمد دبي أسفي غنبر كتاب قرآن كتاب خدايا كلام خدايا أجا دبدا راس فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة بلا ببال لجن سري هاسك جماع صحيفك مكتوبك هبا فيها دوي صحيفة دا براءته وبيربنا محمد وأمنه براءته ورجلي وأمنه من النار وش أعجزي أمينة أبرا براءتك يساوان أجمال أمي طاقته وقيل كانوا مشركا يقولون أواد بلغنا أن رجل من بني إسرائيل إيش يمكو زلام بني إسرائيل يدنا ما في عبر يواند عليه الصلاة والسلام على نبينا كان رجل يصبح مكتوبا على رأسه داد نزيسان دن سلسلي ذنبه وكفارته أذيا قنيته يجب توابك كفارته قنيته هذا فأتنا بمثل ذلك أعطي تجمعنا بينه وهذا من الصحف المنشرة بمعذر أبتشك الثاني قرآن إذن صحيفك ببيعه أبليب بكن وواب بجن تشتكي وشادوهم تنهي إلا أن يراد هذا من الصحف المنشرة بمعذر عن ذلك إلا أن يراد بصحف المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة إلا كبيرة ذكر بصحف المنشرة أوان كتابات الظاهرة كشف كرينة وقرأ سعيد بن جبي رحمه الله صحفا منشرة بتخطيطهما صحفا منشرة يعني صحفا تخطيطه كرينة هي ساكن كرنا ومنشرتين جي منشرتين كرنا خفيف كرنا
على أن أنشر صحفا ونشرها، يعني أفعل وفعل واحد، كأنزل ونزل وكي أنزل ونزل. جاء خالق عالمي ردعهم بقوله كلا. أولا ظن قلتنا قلت المشركة وبيع صحيفة جمرة بين كتاب كبد السماء لبي بنسري ما أن بقينين أن ببينين كخدان بين مكرية بمتابعة تطا ويقول كي أو كتاب كي يوسع كي كبراية طماء وأم جنة بين الجحنم بين بيني ما جنة كتاب يقول تزمرة بيني في جاخو طلع ربعه وكلا عن تلك الإدارة كذي إرادة منعه، بل يريد الإنسان بل يريد كل مر منهم أن يؤتى صحفا منشرة كذي إرادة منعه. ونجر منع ومنكر عن اقتراح الآيات وطلعوا آيات بكم وطلع منع ونك شكي واجور نيش. ثم قال خالقي عالمي بل لا يخافون الآخرة بل أمنا ترسعوانا بمبرنش أبي راب النهار محزور أخوادي هر ناخته تصوام تنهي فلذلك يجب كل يخاف من الأخيرة تنهى أعرضوا عن التذكرة تذكر بقرآن إذا بشتاخدانه كي لا لإمتناع إطاء الصعف نكو جبو تقول تعالى جوان را تكو تكو صحيفة بشينا جبوكم امتناع إعراض أخيرنا نجبو يا بل كي جبو تشي يعراض أخيرنا تذكرة شبكي إيمان 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 أولا إيمان سيدنا قال لي قال لي امتناع السعفي ثم ردعهم عن اعراضه وتعالى منع وانكر ردع وانكر يعراضوان عن التذكرة وقال خالق بو إنه قرآن تذكرة يعني تذكرة بليغة كافية قرآن تذكرة بليغة وبشر يتلي إنه تذكرة مبهم أمرها في الكفاية إنه تذكرة تذكرة بليغة كافية تذكرة بليغة ويتلية مبهم أمرها في الكفاية أمر الكفاية دا مبهمة شو يعني؟ لا ذلك والله لا ذلك ها؟ يقول لا ذلك بيتشي بيها إنه تذكرة بليغة كافية مبهم الأمر في الكفاية تبج هذه الكلمة دقنا يا ربي دقيق يا رمان نظام نتشك يا زلمة يعني تذكرة بليغة كافية مبهم من أمرها في الكفاية أو مبهم من أمرها في الكفاية والبيتشية أو نيانش أو عبارة نيانش يا زلمة سيدام على سعيد تلوي وباسا تنوين أوي لسر آت تنوين نكريه كمبهمة بس نعم أنا ما سعيد أوقف وبيك يوم جيد الكير شو ما جيد الكير إنه تذكرة و هلا إنه تذكرة إنه قرآن تذكرة عظيمة توجب إجابة عظيمة ألو أفندم سيدا تشو ما جيد الكير تيوري
مش جو كسيبه من جوداري وات كده دنجي وده أطباء من احتياجي بتاعي لا تريد بدا مان كلا بإنه تذكيرة يعني تذكيرة بليغة كافية ليه لذا حتى سنة التنة يعني سيدة بي يعني لا حد لكفايته بوي معنى خش مدري مرهم امرها في الكفاية طبي طبي بلي. يعني لا حد لها في الكفاية القص كافية بحدودة يعني بوي معنى تمام أصابك الله ولا أكبر خش عيني وصاين يعني لكفاية دا تقع كافية sadece şu an aptan eran yine işte tamam ve alen arakam. Evet. Hemen şahe ilk hazbike en yezkerehu ve la yensahu en yezkerehu ve la yensahu ve bir ahu havici bir neke ve yecealehu ubegerine Kur'an'ı nasma ayni tam tıka karşı çağ ve kurfa aleyhimke. Ve in nefe'e ذلك فإن نفع ذلك راجع إليه إيمان بنا وبلغخ وبعمل بك من كعجر راست والضمير في إنه وذكره ضمير إنه وذكره الضمير راجع بعد التذكرة إنه لتذكرة ضمير راجع بعد التذكرة إنه وذكره راجع بعد التذكرة أو تذكيرات برانينا تذكيرات بلي قدر بصبي ها أو تذكيرات في قولي فما لهم عن التذكرة معرضين هذا إنه وذكره الضمير راجع بال أو تذكيرات فما لهم عن التذكرة معرضين قدر بصبي الضمير راجع بال فكي إنه ذكره مذكره وتذكرة تيجي وابتي بذية وإنما ذكرة دميرا مذكرة شمانية لأن في معنى الذكر أو القرآن التذكرة معنى الذكر يد معنى القرآن ده لفظي معنى بجتيت ده بجي معنوي معنى التذكرة معنى القرآن مذكرة أم حسن معناها يا بني خش وما يذكرون إلا أن يشاء الله يعني إلا وما يذكرون أبان أهل مكة أبانا نأهل تذكرين كبيرا خوخن تلا تفكر بو دشنجة ببن نين إلا أن يشاء الله إلا خدا حزبك وانزولمشي تذكيري بك أوي قوي تذكيري هاي ويلات يعني إلا أن يقصرهم وانزولمشي بك على الذكر بسر ذكري ويرجئهم ومجبور بك إليه بال ذكري ذا ولكن هذا هو بنو اسرائيل ومثلا في طول السرسري ولكن ايمان المسلمين الذي تشاف تلوى بن مقاري تيا نيرتن كبريد انا مجبور ايماني اني او تشتك مسا بن السريوان كما لان مطبوع على قلوبهم شمكي ابانا هاتي الطبع كن السر قلبهم كوي ايماني نين ومعلوم انهم لا يؤمنون اختيارا كيف اخو ايماني من إلا أن يشاء الله هو الله أهل التقوى وأهل المغفرة هو خدا حقيق بأن يتقيه جي بترسى خدا بترسى عباده عباده جي بترسى ويخاف عباده عقابه عذابه بترسى ويؤمن إيمان بينا ويطيع إطاعه بك أمره بجي بينا وحقيق حق لائقك بأن يغفر لهم يعني نك واجبة نفرض يعني جعزمة خدام ومن ربي من ربي رب ولا رب ينال بك ومن ربي خلق ما يأجر عبادتك حق لائقك وأوجي أن يغفر لهم إذا منوا وقتك إيمان بنا وخدا جيوان عفو بك يا ربي تمجي أهل ما مسلمانا دري حق قرآن دا مجعفك وروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أواري وحكي هو آل أن يتقى وآل أن يغفر لمن اتقى فدا
آلي كوي آلة كجرا جي بيتر صدني وآلة أن يغفر خدا بغفرنا لمن اتقاه إيش قد بتصرح وطالة آلة كوي أكثر أبيغمبر صلى الله عليه وسلم حديث داود وقرئ يذكرون بالياء والتاء تذكرون مخففا يذكرون تذكرون ومشددا يذكرون تذكرون هو يعني. وقرأوا من قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناضج زمر شري دبيجا كي جبر خلا في حد الشكرية ودمكرية ايك شري من دسر بقوينا خلال طالة داخلات دي بسايي وانكو إمام بحضرت البيغمبر عليه الصلاة والسلام آنينا وبشايي وانكو إنكارا النبوة ويكمل إمام بلئنا سيدا رب ما أفندم خدي أنا وصا إباركي إنه أهل التقوى وأهل المغفرة وقتي أم تشوفون أهل أصغي أو ملا زين العابدين جمع برسيبو د تفسيرا ده تفسير آل وصيدا يعني وانكار نبني رن عبارة كي مغلقة يعني وصا مل برجع فعمناك إنه أهل التقوى وأهل المغفرة عبارة برهن تكاج ولا تخوينا قال اللهم اجعلني من أهل التقوى وأهل المغفرة ليبنا سيدة بيتش على أن أول الصاني كصاني الأولي مبنيا للفاعل وصاني الصاني كأول الأولي مبنيا للمفعول وإلا فلا يحسن الدعاء وإن تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم. سلات شينا بس بيجن دبال. نعم بس عبارة يعني أبيض غزة بيجن. إنه أهل التقوى إنه أهل التقوى أو تقوى دويدة ده مصدره مصدري بمعنى مصدري اسمه من مفعولة يعني أهل اللي أهل يتقوى لبي تقوى مغفرة نش شخص جينا يعني نش طرف جينا ها تقوى من العبد والمغفرة من الله تمام إذا تقوى يعني تفاعل تقوى أهل التقوى أو دولة تقوى دي ده بكل بال مفعول يا خبا يعني أهل اللي أن يتقى أما أهل المغفرة أهل لأن يغفر أو بخوج أهل كمغفرين يعني أو مغفرة تقوى أو هردو أبي أول بنا مفعولة أبي بنا فاعلة مصدر بنا فاعلة إجا أو لو عبارة بني لو عبارة كي أوكي أز إيد ديا تشكيد رجابكم سعد دهو نيفادا توبلانتي كما هاوي تشيببه أزي ودعوات بكم عالمك إيج كردستان عراقي ما بعث كربو لسر علمي عقلي علومي عقلي وكا كلامي وكي ملي وكي